أسد. الرئيس عبد الفتاح السيسي استبق أسئلة الصحفيين وقال لهم قبل ما تسألوني على أحكام الإعدام هنتكلم فيها، لأن عارف أن هذا السؤال سيكون مطروحا. التحفظات اللي موجودة في المجتمع الدولي على ملف حقوق الإنسان والحريات في مصر هي تحفظات معروفة للجميع، وبالمناسبة احنا هنناقش النهاردة كمان تفاصيل التقرير الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مجلس داخلي في مصر مش بقى منظمات خارجية، عشان الناس اللي بتقعد تقول وهم مالهم ومال حقوق الإنسان يروحوا يشوفوا حقوق الإنسان في دولهم. لا، احنا عندنا المجلس القومي لحقوق الإنسان عمل تقرير بيقول ان في علامات استفهام كبرى حول الحريات وحقوق الإنسان. لكن خلونا قبل ما ناخد تقريرنا الخاص بمجلس حقوق الإنسان نشوف هل تواصلنا مع السفير محمد العرابي. طيب خلونا ناخد تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعشان كمان نبقى احنا ما بندفنش رأسنا في الرمال. صحيح ان الأرقام اللي جت في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول التجاوزات وعدد الوفيات في السجون هي تقريبا نصف اللي بتصدره أو بتقوله المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، لكن ثمة مؤشر حقيقي لو احنا بقى هنتكلم بجد عن أن هناك تجاوزات في هذا الملف. في تقريره السنوي الذي يغطي الفترة من 30 من يونيو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2014 أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان أرقاماً وإحصائيات بشأن ما شهدته مصر خلال تلك الفترة. على الرغم من تضارب الأرقام والمعلومات الواردة في التقرير وفقاً لتقارير صحفية، إلا أنه دق ناقوس الخطر حول تعرض حق الإنسان في الحياة لانتهاكات بالغة. وسجلت سيناء النسبة الأكبر في ظل العمليات الإرهابية وتصعيد المواجهة بين الدولة والتنظيمات المسلحة التي وصل عدد ضحاياها إلى 2600 ضحية، بينهم 550 من المدنيين. كما رصد التقرير انتهاكات لحقوق الإنسان في أقسام الشرطة والسجون، وأشار إلى تعرض عدد من المحتجزين إلى الوفاة نتيجة سوء الظروف المعيشية والصحية والتكدس الحاد في مراكز الاحتجاز المؤقتة، والذي بلغ 400% في أقسام الشرطة و160% في السجون. وقد قدر التقرير حالات الوفاة ب 36 حالة، بينما أعلنت مراكز حقوقية أخرى من بينهم Human Rights Watch أن الأرقام تتراوح ما بين 80 و98 حالة. وعلى الرغم من الفجوة بين الأعداد التي وردت في هذا التقرير وبين ما ذكرته المنظمات الحقوقية، إلا أن اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية هاجم تقرير القومي لحقوق الإنسان ووصفه بأنه غير منصف وغير دقيق، وأن الأوضاع في السجون تخضع لمراقبة النيابة العامة فيما يخص أوضاع المحتجزين والمسجونين وحالات الوفاة. على المستوى الاقتصادي، أشار التقرير إلى تضاعف معدلات الفقر والفقر المدقع خلال السنوات الثلاث السابقة للفترة التي يغطيها التقرير، كما رصد التخفيض الجزئي لدعم الطاقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما أشار إلى التحسن النوعي في منظومة الدعم للفقراء. على الرغم من الانتهاكات التي رصدها المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره والتضارب الوارد في بياناته، إلا أنه أوصى بضرورة العمل على تعديل قانون التظاهر وتجنب التوسع في الحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم ووقف إذاعة ما يسمى بالتسريبات التي تمس الحياة الشخصية للمواطنين وإصدار قانون بناء وترميم الكنائس واستكمال خارطة الطريق من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية كخطوة جديدة على المسار الديمقراطي. دليل علي، كلام تاني.